سلام الله عليكم، مرحبا بكم في قناة كارمن جوليا قارئة التارو والكوتشينا. إذا كنت الأول مرة تشاهد فيديو بتاعنا، نطلب منك فضلا وليس أمرا أن تشترك في القناة وتفعل الجرس ليصلك كل جديد منزل، سواء بجوات لتوقعات الأبراج أو شتى المواضيع أو إشارات البث المباشر اللي بنعمله للإجابة مجانا على سؤال واحد يخصكم، فمرحبا بكم معنا. النهاردة وحسب طلب المشتركين المتكرر على عمل فيديو حسب ما قرأتم في عنوان تحت هذا الفيديو، كارما من ظلمك عامة، هتكون القراءة حسب أول حرف من اسمكم، مجموعة أولى من الأحرف الموجودة في الشاشة أو الحجر العقيق الأخضر ده، هنحطه هنا. المجموعة الثانية حسب أول حرف من اسمكم حسب الأحرف دي أو الحجر الوردي ده. أوكي، نبدأ إن شاء الله على بركة الله مع أصحاب المجموعة الأولى. أولا هنشوف طاقتكم، أنتم عاملين إيه في حياتكم حاليا، بعدين نشوف إيه اللي حصل في حياتكم، وبعدين ندخل للناس اللي ظلموكم عاملين إيه وعملوا فيكم إيه. طاقتكم حاليا، حول ولا قوة إلا بالله، يعني من أولها طاقتكم رغبة في انتقام شديدة جدا، رغبة في وجود الكارما دي أو بداية الكارما دي على الناس اللي ظلموكم، رافضين تتقدموا في حياتكم، شايفين إن الناس اللي ظلموكم عايشين حياتهم يعني كويسة من كل الميادين، إلا أنتم حالكم متوقف لا في العاطفة ولا في المادة ولا في أي حاجة، حتى في صحتكم غالبا البعض منكم بيتأذى في صحته، وانتم مش عارف فاهمين وغضبانين بطريقة غير مباشرة، وتتساءلوا ما بينكم وما بين نفسكم، ليه يا ربي أنا اتظلمت عايشة كده أو عايش كده، والناس اللي ظلموني يعني الظالمين عايشين حياتهم كويسة، حامين نفسهم بالأسحار وعملوا أسحار واختلسوا أموال وأكلوا أموال اليتيم وحاجات كتيرة، لكن مفيش كارما رجعت لحد دلوقتي، وانتم في الطاقة دي طاقة انتظار رهيبة جدا لأخذ حقكم تاني ومتلت. دي طاقتكم الحالية. هنشوف دلوقتي ايه الذي عمل فيكم كظلم. طاقة الناس اللي ظلموكم وما عاملين ايه حاليا. حاليا لخبطة ما بين تأنيب ضمير وما بين رغبة في معرفة ايه اللي حصل عندكم. بعض الاحيان بيحن قلبهم من ناحيتكم ويقولوا لا احنا ظلمناهم وكذا وكذا وكذا، لكن بعض الاحيان يسمعون كلام عليكم يعني هنا بيبتعدوا عنكم، تأنيب ضمير خلاص اخذوا اللي اخذوه وهيسيبوكم في الحالة اللي انتم فيها دلوقتي، لكن بعض الأحيان يسمعوا كلام عنكم فيتقربوا ليكم أو يبعتوا شخص يتقرب ليكم عشان يعرفوا إيه اللي حصل في حياتكم. هما في الطاقة الحالية دلوقتي متلخبطين ما بين حاجتين، لكن غالبا الكارما بدأت عندهم لأنهم عايشين مشاكل متعددة. أوكي، إيه الحكاية؟ قلت لكم بدأت الكارما عندهم. شوفوا كده، اعتذر عن الصوت ده، يعني عربية برا في الشارع. الناس اللي ظلموكم دول البعض منهم من أهلكم، يا إما زوج يا إما زوجة يا إما خال عم عمة أم أب أخ، حد قريب لكم جدا من دمكم، حرمكم من حاجات كتيرة، اتحملتم حاجات كتيرة، أمراض، ضياع فلوس،
اتهدر حقكم كده قدام عينيكم، ما قدرتوش تعملوا حاجة. حتى البعض منكم منعتم عن الجواز، منعتم عن الخلفة، وانتم دلوقتي واقفين على الأطلال كده عاوزين تعرفوا يعني بعد كل اللي مريتوا بيه، حتى وهتيجي حاجة أخرى بعديها خلاص يعني راحت قوتكم، راحت الشجاعة بتاعتكم على إنكم تنتظروا، فقدتم الأمل على إنه يكون فيه كارما كل حاجة. لكن الناس دول اللي ظلموكم شايفين كل المعاناة اللي عانيتوها والانتظار، حالة الانتظار دي اللي انتم منتظرينها، الناس دول بيمروا بنفس المرحلة من إنسان سخره ربنا سبحانه وتعالى يقف في طريقهم عشان يحملهم ما حملوكم أنتم به، يعني يديلهم نفس الظلم اللي ظلموكم بيه. أوكي، إيه كمان؟ كويس، برجين متتاليين، برج الحوت وبرج الدلو. شوفوا كده، الناس دول اللي ظلموكم، البعض منكم انتم عمل لكم سحر، البعض دول اللي بتكلم عليهم يعني كتير عمل لكم سحر، لكن البعض منكم فقط تخلص من السحر ده، يا اما عملتم عملية نزع السحر مؤخرا او السنة اللي فاتت او الاشهر اللي مرت دي، تخلصتم من الحاجة دي وانتم دلوقتي في مرحلة التشافي، ما بقالكمش كتير على بال ما تبدأوا تسترجعوا صحتكم قوتكم والحظ في حياتكم. وغالبا البعض منكم اللي قلت لكم انتم مرضى هتتعافون ان شاء الله من صحتكم. الأذى والظلم اللي اتظلمتم بيه، ربنا زي ما قلت لكم هيسخر ناس في طريق الناس دول اللي ظلموكم عشان يشربوهم من نفس الكأس اللي شربوكم منها، هم هيشربوا من نفس الكأس اللي شربوكم منها سابقا. ازاي؟ وفاة اقرب ناس او احب الناس ليهم، ركود مادي، دخول سجن، اتهام بتزوير أوراق، وغالبا اهو جاجمنت، قلت لكم كارما. البعض منكم في قضية في محكمة فيما يخص فلوس لناس ظلموكم، يا اما تركة يا اما استولوا على حقكم بالنصب، يا إما ضحكوا عليكم. فالمشكلة المعلقة هنا في المحكمة ما بينكم ما بين الناس دول اللي ظلموكم، انتم هتاخدوا حقكم وهم هيدخلوا السجن. ازاي هيدخلوا السجن؟ لانه في الوقت اللي هتكون فيه المحاكمة بتاعتكم ضد الناس دول اللي سرقوكم او اللي نهبوا منكم فلوسكم او حاجة زي كده، هيتهمون من طرف ناس اخرين، فتكتر الأدلة عليهم ويسجنوا يعني وهيتسجنوا. وفي السجن عندهم، في السجن هيعانوا من أمراض خبيثة، السرطان، مرض الإيدز، شجار هيحصل في السجن، يا إما هيقتل يعني هيتوفى واحد فيهم، يا إما سيصاب بعاهة يعني سيشل، يحصل له شلل نصفي، يا إما ستبتر يده رجله للي هم بيدخلوا السجن، أو اللي هم هتحصل لهم حادثة بالعربية. أوكي، ده كله يعني. طب إيه سبب ظلمهم ده كله؟ إيه سبب ظلمهم؟ ليه ظلموكم بالطريقة دي؟ ما يحبوش يشوفوكم ناجحين في حياتكم، شايفين انه رغم كل الحاجات اللي حصلت لكم في حياتكم
دايما انتم مستمرين الى الامام، دايما بتظهروا احسن فاحسن او احسن من اللي كنتم عليه سابقا، وده الحاجة دي غيظهم كتير. اهو بيتفرجوا عليكم ليه؟ لانهم هم مهما عملوا مش هينالوا، ما ينالوش يعني، ينالوا الا القلة القليلة، لكن انتم بتكسبوا وتعلوا في حياتكم، وهم حسد وغيرة ونفاق وكذب دفعهم لأنه يظلموكم بالطريقة دي، غيرة وجحود يعني، غيرة غير طبيعية من ناحيتكم. ليه هي جميلة، ليه هو جميل، ليه هو بيشتغل وأنا ما بشتغلش، ليه هي كذا وأنا كذا، دايما الأسئلة دي. فالغيرة هي السبب الرئيسي في ظلم الناس دول ليكم. ايه كمان؟ غالبا البعض منكم كمان ظلمتم من طرف ثالث كزوجة او عشيقة او احد اطراف الاهل للطرف الثاني بتاعكم، الشريك، الزوج او الزوجة. ظلمتم بسبب الحب. جاستس، قلت لكم فيه أمر قضائي، يا إما هو معلق مؤخرا، يا إما حيجي أمر قضائي حيعدل ويجيب لكم حقكم المادي والروحاني. هتقولوا لي إزاي المادي والروحاني؟ المادي يعني حقوقكم اللي ضاعت، ربما ساعدتم الإنسان ده أو سلب حقوقكم، حاجة زي كده. حتى الإنسان اللي حتى لو كنتم بتشتغلوا، المدير بتاعكم، زميل في الشغل، حاجات زي كده، هتسترجعوا فلوسكم. الجانب الروحاني ازاي؟ عدالة ربنا هتقع على الانسان ده او الانسانة دي اللي ظلمتكم، يعني judgment و justice كارتين يعني متتاليين فوق بعضيهم اهو. افرحوا، وجيت لكم فرحة تدمع عليها العين، قدرة ربنا اهو، وهتسمعوا بالكارما دي اللي هتوصل ان شاء الله. يلا، هل فيه جديد؟ اهو الشيطان. غالبا انتم اغريتم من طرف الانسان ده اللي ظلمكم. غالبا 70% من الناس اللي بيتفرجوا على هذا الفيديو بسبب علاقة غرامية أو عاطفية، يا إما متجوزين، يا إما دخلت هنا عشان تشوفي كارما الحبيب الظالم، رغم إننا ما بنعملش كارما الحبيب الظالم. نعتذر عن الانقطاع، زي ما قلت لكم غالبا يعني 70% من الناس اللي بيتفرجوا على هذا الفيديو دخلتم هنا بسبب شيء، يعني طرف تاني ظلمكم أو أذاكم، أو طرف ثالث أذاكم باسم الحب. أهو سبحان الله، أذاكم باسم الحب. سحر أسود، عانيتم من إجهاض، موت لبعض الأولاد بتوعكم، وغالبا الناس دول اللي ظلموكم حيعانوا بنفس الكارما، بنفس الظلم اللي اتظلمتم بيه. أهو سبحان الله، بتكلم والأوراق بتخرج تحكي الكلام اللي بقوله. نفس الحاجة اللي حصلت لكم انتم هتحصل للناس دول، وحقكم هتجيبوه تاني ومتلت من عند ربنا، لانكم ضحيتم كتير وضحيتم بالدم مش الا بالفلوس، يعني اتظلمتم برزقكم، واتظلمتم باولادكم، واتظلمتم بدمكم، واتظلمتم بصحتكم. فالناس دول هتجيلهم الكارما بنفس الطاقة اللي يعني الظلم اللي ظلموكم بيه. إن شاء الله ربنا يفرح الجميع. نشوف دلوقتي طاقة الأوراق التي تنطبق عليها القراءة دي، 100%، 80%، 60%، و50%. يلا الأبراج التي تنطبق عليها القراءة 100%: برج الأسد، برج العقرب،
وبرج الميزان 80%، برج القوس، برج السرطان، وبرج الثور 60%، برج الحمل، برج الجدي، وبرج الحوت. أما الأبراج المتبقية 50%، برج الدلو، برج العذراء، وبرج الجوزاء 50%. نيجي دلوقتي لأصحاب المجموعة الثانية اللي اختاروا الحجر الوردي ده أو أول حرف من اسمهم من الأحرف الموجودة في الشاشة. نبدأ على بركة الله ونشوف الطاقة العامة بتاعتكم عاملين ايه، حصل لكم ايه، او بماذا ستخبرنا الكروت عن طاقتكم حاليا. زهقتم من كل حاجة، دخلتم في نوع من الانغلاق أو الانطواء على نفسكم من كتر الذل اللي تذلتم بيه، من كتر الأسى اللي تأذيتوا بيه، دخلتم في نوع من القوقعة، رفضين التعامل مع أي حد وفقدتم الثقة في أي حد يعني من المحيط بتاعكم. منتظرين عدالة ربنا، حالة انتظار عدالة ربنا زي ما قلت لكم اهو. ازاي الظلم اللي اتظلمتم بيه، اتظلمتم ظلم كبير جدا زي ما قلت لكم، انتم في حالة انتظار رهيبة جدا للعدالة دي. اتأذيتم اكتر من اصحاب المجموعة الاولى، شوفوا يعني مريتوا بايه وما زلتم تمروا بالنزاعات دي، مشاكل عائلية، مشاكل أسرية، مشاكل في العمل، مشاكل مع كل المحيط بتاعكم. عشان كده أنتم استغفر الله البعض منكم بيتمنى أنه يموت ولا يستمر في حياته اللي هو عايشها دلوقتي. أهو مستنيين عدالة ربنا، مش إلا كارما واحدة، كارما من عدة ناس ظلموكم، مش إلا ناس يعني إنسان واحد ولا اتنين. في من خدعكم باسم الحب، انتهك بعض منكم يعني اخته سيبنا، او يعني بسبب الحب مشيتم يعني في طريق اذوكم بيها، يعني حملتي خارج نطاق الزواج، فقدت عذريتك باسم الحب. البعض اتجوز معاكم عرفي بعدين سابكم وراح، بعد ما أخذ اللي كان عاوزه سابكم وراح وادالكم ظهره. استغفر الله استغفر الله. البعض الآخر زي ما قلت لكم سبب يعني أسري، علاقة ثلاثية، دخل طرف ثالث فرق ما بينكم وأخرج الطرف الثاني بتاعكم وأخرجكم أنتم من العلاقة. يعني طاقتكم رغبة في، أنتم منهارين أصلا لكن رغبة في السكون، يعني عاوزين تتخلصوا من الطاقة الحالية نهائيا. فقدتم الأمل، والبعض منكم زي ما قلت لكم متمنين انكم تموتوا متعيشوش اللي انتم عايشينه دلوقتي، لانكم زهقتم من طاقة الانتظار دي. دي طاقتكم الحالية. نشوف دلوقتي طاقة الناس اللي ظلموكم. غالبا يا إما أنتم في بلد غير البلد بتاعكم اللي اتولدتم فيه أو الأصل بتاعكم، يا إما الناس اللي ظلموكم دول في فرق ما بينكم، يا إما في العقيدة، في الجنسية، في السن، في فرق ما بينكم. طاقة الناس دول متطلعين لأفاق جديدة في حياتهم، وعندهم دايما اللي ساعدهم في الخبث بتاعهم عشان يعرف معلومات بتحصل في يعني عند الناس اللي يعني عندكم انتم. لكن عدالة ربنا اللي طلبتوها انتم بدأت في العمل. غالبا يا اما
اهو قلتلكم الكارما رجع، بدأت عندهم العشر سيوف وتطور، بدأت الكارما عندهم. عدالة ربنا ده هايك بريستس، دعاؤكم مستجاب بطريقة فظيعة جدا. عندكم سبحان الله، عندكم روحانيات، عندكم طاقة من الحنية والطيبة. ربما يعني إذا ما خدمنيش ربنا، عندكم أصول تنحدر من أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني عندكم أصل شريف من النبلاء. فالدعاء بتاعكم مستجاب عند ربنا لما يقول الله للشيء كن فيكون، كالصاعقة تنزل على الناس اللي ظلموكم. فالناس اللي ظلموكم دول بدأت عندهم الكارما بعد طول انتظار. وتسترجعون عرشكم. قلت لكم الظلم ده اللي ظلمتم بيه هو في الطاقة الحالية بتاعت الناس اللي ظلموكم، وانتم هتسترجعوا ان شاء الله العرش بتاعكم، وهتتفرجوا عليهم وهم كده والكارما وقع عليهم. هتسترجعوا الفلوس اللي راحت من عندكم، هتتخلصوا غالبا 99% عندهم موتة فظيعة، يعني الكارما هتيجي عن طريق وفاة، عن طريق حادث يعني هيخليهم هيسيبهم كده بيتعذبوا ببطء ويتمنوا الموت وما يجيلهمش الموت دي. الموت دي ما تجيلهمش بسرعة، تطول في الزمن. وانتم بتبصوا لهم كده وتشوفوا حصل فيهم ايه، لغاية ما ترضوا انتوا هتجيلهم الموت دي اللي هم متمنيينها، وانتم ربنا هيفرجها عليكم ان شاء الله من اوسع ابوابه. اللي فرقوا ما بينكم الغايب هيرجع، واللي راح ربنا هيعوضه ليكم، فصبرا جميلا. قلت لكم أنتم من سلالة الرسول صلى الله عليه وسلم أو من سلالة شريفة، دعيتم ربنا بتصدق يعني تخرجوا صدقات، عندكم علاقة وطيدة مع ربنا سبحانه وتعالى، وصبركم ده الطويل ده وثقتكم دايما في ربنا هي اللي هتوصلكم للعرش بتاعكم ده اللي سلب منكم. سبحان الله بتكلم والأوراق بتأكد كلامي. فينيكس يعني الفينيكس اللي الطائر اللي الغني دو سي سوندغ، يعني أهو يعني زي النار كده شعلة فيه، يحيى لما يموت يحيى من الرماد بتاعه. فأنتم عفوا من الوقع اللي وقعتوها زائد يعني أمام الظلم اللي اتظلمتم به، هتحيوا مرة تانية وتسترجعوا جمالكم، الأناقة بتاعتكم، والحظ في حياتكم، والرزق إن شاء الله. أعتذر. قلت لكم الناس دول ربنا هيديلهم آلام وموتة شنيعة، هيطلبوا الموت من عند ربنا مش هينالوها. ليه؟ لأن حزنكم أنتم ودعاؤكم لربنا مستجاب. اتظلمتم بطريقة يعني حتى الظلم ما يرضيش يعني ان الواحد يتظلم بالطريقة دي. قلت لكم سبحان الله الاوراق بتاعكم بتأكد انكم من سلالة شريفة، من سلالة شريفة. فواصلوا في اخراج الصدقات والصلوات ودعاء ربنا ان شاء الله، عشان ربنا يقرب او يظهر الكارما دي على الناس اللي ظلموكم وانتم قاعدين كده تتفرجوا عليهم ان شاء الله بقدرة ربنا. طب ايه الابراج اللي تنطبق عليها القراءة دي؟ 100%، 80%،
60% و50%. مية بالمية برج الثور، برج الحمل، وبرج السرطان. 80% برج العقرب، برج الأسد، وبرج الجدي. 60% برج الحوت، برج الميزان، وبرج الدلو. أما الأبراج المتبقية 50% برج القوس، برج العذراء، وبرج الجوزاء. إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. أدعو الله عز وجل أن يحقق لكم أمنياتكم إن شاء الله، وتشوفوا الكارما دي بعينيكم إن شاء الله، عشان يتهدن روعكم ويطمئن قلبكم، وربنا إن شاء الله يفتح لكم الخير والرزق في طريقكم. إلى هنا وصلنا لنهاية هذا الفيديو. أقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى الملتقى. مع السلامة.